هنبدأ كلام عن إيه بقى النهاردة؟ هنبدأ كلام عن طلابنا، طلاب الثانوية العامة اللي بدأوا النهاردة أول يوم في الامتحانات في مادة اللغة العربية، وكان فيه اهتمام كبير جدا من قبل وزارة التربية والتعليم بمتابعة سير عملية الامتحانات في كل المحافظات، وحطوا مراقبين في كل حتة، وحالة الطلاب كمان كان في متابعة ليها. وخلال ساعات من الامتحان نفت الوزارة أي تسريب تم للامتحان، وإن الناس اللي بتشيع يعني إن تم تسريب الامتحان، الامتحان مشي بشكل كويس جدا للكل. ربنا يوفق كل طلابنا يا رب في باقي الامتحانات وتعدي على خير، والامهات تهدى كده شويه يا جماعه باذن الله. كل حاجه اللي ذاكر هيجيب نتائج حلوه، واللي ما ذاكرش ان شاء الله ربنا يوفقه ويعدي باذن الله. هي ده موضوع مهم كنا لسه حتى بنتكلم فيه امبارح، موضوع الثانويه العامه دي اتكلمنا فيه قبل كده كمان في حلقات الاسبوع اللي فات، وكنا بننصح او بنشوف ايه الحاجات المهمه نعملها في البيت، يا ريت ناكد عليها او بناكد عليها النهارده كمان، ان احنا ما نعملش البيت مصدر ازعاج للطلبه، ان احنا نطمنهم خلاص هما بداوا امتحانات، عايزين يركزوا، عايزين يبقى فيه هدوء، عايزين ما يبقاش فيه شده اعصاب، يعرفوا يراجعوا باريحيه. خلاص الوقت ابتدى، ومش عايزه اقول اللي ذاكر ذاكر، بس حاولوا للاهالي ان انتوا تخففوا عن اولادكم الفتره دي، ما تعملهمش بعبع الثانويه العامه ده.